النهارده في مجموعه كبيره من الاحداث ان شاء الله اللي هتحصل النهارده، اللي من اهمها صالون تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هينظم جلسه نقاشيه عن الثانويه العامه وربط التعليم الاساسي بسوق العمل. كمان النهارده هيتم البدء في صرف مرتبات شهر اغسطس للعاملين في الدوله، وكمان في مباريات قويه في الدوري المصري. كل ده هنعرفه من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هينظم جلسة نقاشية الساعة 7 بالليل بعنوان الثانوية العامة بين الواقع والمأمول وربط التعليم الأساسي بسوق العمل. الصالون هيناقش عدد من المحاور، منها دور الثانوية العامة في تنمية مهارات الطلاب واستعدادهم لسوق العمل، وكمان الوظائف الجديدة بعد انطلاق الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجية الدولة لتطوير التعليم الأساسي. النهاردة هتبدأ عملية صرف مرتبات شهر أغسطس لكافة الوزارات والجهات التابعة لها، وهتستمر عملية الصرف لحد يوم 30 أغسطس. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة. هيلتقي الإسماعيلي مع إيسترن كامباني الساعة 5:30، والساعة 8 هيلتقي الأهلي مع إمبي.